لدينا هنا في موضوع الرياضيات مقارنة الاعداد حتى عشرون. لدينا هنا هذا الولد لديه مجموعة من الاغراض المدرسية ويقوم بالمقارنة بينها. لديه هنا اثنا عشر مبراة وهنا اربعة عشر ممحاة. عندما يقوم بالمقارنة بين أشياء سوف يقول بان الاثنا عشر مبراة هي اقل من الاربعة عشر ممحاة او يقول ان الاثنا عشر هي اصغر من الأربعة عشر وتكتب هكذا أضع علامة صح على العدد الأكبر لدينا هنا إحدى عشرة سيارة وهنا خمسة سيارات أيهما أكبر؟ الأحد عشر سيارة أكثر وأكبر لدينا هنا أضع علامة صح على العدد الأصغر خمسة عشر ممحاة وثلاثة عشر مبرة أيهما أصغر؟ ثلاثة عشر أصغر من خمسة عشر نضع علامة الصح هنا. أحوط الكلمة الصحيحة. لدينا هنا 14 كرة صغيرة و13 من المشابك الورقية. أي عبارة صحيحة؟ 14 أكبر من 13، أم 14 أصغر من 13، أم 14 تساوي 13؟ 14 أكبر من 13 هي العبارة الصحيحة. لدينا هنا 15 وهنا 15، أي عبارة صحيحة؟ 15 أكبر من 15، خمسة 15 عشر. خمسة عشر أصغر من 15، خمسة 15 عشر. خمسة عشر تساوي 15. خمسة 15 عشر. خمسة عشر تساوي 15 هي العبارة الصحيحة. أضع الرمز: أكبر، أصغر، يساوي كما في المثال. هنا 14 أصغر من 17. ماذا نضع هنا؟ ستة وأحد عشر أي رمز يناسب المكان الستة أصغر من الأحد عشر لذا نضع رمز الأصغر لدينا هنا أربعة عشر مع أربعة عشر أي رمز نضعه هنا الأربعة عشر تساوي الأربعة عشر لذا سنضع رمز المساواة يساوي تسعة وتسعة عشر أي رمز نضعه هنا؟ التسعة أصغر من التسعة عشر لذا نضع رمز الأصغر تسعة أصغر من تسعة عشر ثلاثة عشر وأحد عشر أي رمز نضعه هنا؟ ثلاثة عشر أكبر من الأحد عشر نضع رمز الأكبر هنا سبعة وثمانية عشر أي رمز نضعه هنا؟ السبعة أصغر من ثمانية عشر نضع رمز الأصغر هنا عشرون وثمانية عشر أي رمز نضعه هنا؟ العشرون أكبر من ثمانية عشر نضع رمز الأكبر من أو رمز الأكبر لدينا هنا خط الأعداد أستعمل خط الأعداد وأكتب يريد منا عدداً أكبر من العشرة اي عدد اكبر من العشره احد عشر اكبر من العشره نكتبه هنا عددا اصغر من خمسه عشر اي عدد اصغر من خمسه عشر اربعه عشر عدد اصغر من خمسه عشر نقوم بكتابته هنا